انضم إلي عبر سكايب من عمان الكاتب والأكاديمي مفضي الممني أستاذ مفضي، مرحبا بك. يعني عندما تنكس الأمم المتحدة أعلامها فوق مقارها في آسيا حدادا على ضحايا سقطوا لديها من موظفين لدى الأمم المتحدة، ما الصورة التي ممكن أن تنعكس؟ إذن ما هو حال المدنيين كذلك في داخل القطاع عندما كان الموظفون الأمميون يسقطون الواحدة تلو الآخر؟ يعطيك العافية أخي، وتحياتي لك ولجميع المشاهدين. حياك الله. المشهد، الحرب الغاشمة على غزة واضح تماماً. من ناحية المدنيين، الأرقام تصل وتجاوزت يمكن 12,000، والمصابين أعداد هائلة جدا. الوضع كارثي بكل ما في الكلمة من معنى. هذا إضافة لتدمير البنى التحتية وانقطاع الماء والكهرباء وكل هذه الأشياء، يعني وعدم توفر الغذاء وشحة ومنع دخول المساعدات إلى آخره. الموقف سيء وكارثي، ويشاهده كل العالم من خلال المحطات الإخبارية المختلفة. الأمم المتحدة للأسف يعني عاجزة، نكست الأعلام عن موظفيها، وكان الأحرى بها أن تنكس الأعلام على آلاف الشهداء اللي قضوا من المدنيين والأطفال والنساء واللي بنترحم عليهم. كمان الموقف الدولي المتخاذل، ولا نقول فقط المتخاذل أو المتواطئ، هو متخاذل ومتواطئ بالنسبة لكثير من الدول، لكن الدول المؤثرة زي أمريكا والغرب الاستعماري ومن لف لفه، فهذه الدول هي مشارك أصلي في الحرب وداعم علني لإسرائيل أو للكيان الصهيوني في حربه ضد أهلنا في غزة. كل هذه الصورة الكارثية التي تصلنا وتصل العالم لم يهتز لها طرف، ربما في الغرب ما زالت الهجمات تتوالى على المستشفيات في قطاع غزة، مجمع الشفاء وهو أكبر مجمع في قطاع غزة ما زال محاصر، ويقصف أي جسم يتحرك داخل هذا المستشفى قد يتعرض للاستهداف، الأطفال يموتون. لكن بتقديرك سيد مومني، لما الإصرار على الوصول إلى هذا المجمع والقصف في محيطه؟ ما هي الغاية؟ يا سيدي، يعني التاريخ يعيد نفسه أو يكتب نفسه مرة أخرى. في الهجوم الأمريكي على العراق وضعت قصة المطار، وهذه حرب نفسية مدروسة، وقد يتشابه الأمر بذلك. الآن محاولة إعلامية للتركيز على مستشفى الشفاء، وهذا لجلب الأنظار جميعها إلى مستشفى الشفاء، مع أنه آلة الحرب دمرت كل شيء، دمرت كل جميل، دمرت الروح، دمرت البناء، دمرت البنية التحتية. فهي محاولة لسحب ولفت الانتظار عن كل ما تفعله الآلة الغاشمة الصهيونية في غزة، وتركيز ذلك بمستشفى الشفاء، وكذلك إطلاق إشاعات أن القيادة المركزية تحت المستشفى، أو يعني ما يطلق من إشاعات بهذا المنظور. لكن القضية هي ليست قضية مستشفى الشفاء، لكنه تركيز إعلامي بدهاء استخباري، وزي ما حكيت لك القصد منه يعني تركيز الانتباه على الشفاء، وبنفس الوقت يعني إبعاد الأنظار عن الجرائم اللي ترتكب. طيب. القصد بيشمل كل غزة، بيشمل كل البنى التحتية، في تهديد لكل المستشفيات، في مستشفيات أغلقت، في مستشفيات دمرت، في مستشفيات أو والجرحى، يعني كلنا شفنا عبر الشاشات على الأرض أو خارج المستشفى، وما في حتى يعني استهداف مقومات الحياة. يا سيد مومني، في قطاع غزة المستشفيات، قطع الكهرباء، عملية فرض الحصار المطبق والخانق والتجويع،
ما الذي يكمن وراءها؟ هل تعتقد أنها طريقة ربما لتهجير قد يوصف بالتهجير الناعم، تهجير أهالي غزة؟ هو ليس ناعم، هو خشن جدا، لكنه خلينا نحكي مبيت. يعني الهدف الرئيسي للحرب كاملة هو التخلص من حماس، هذا اللي معلن. لكن بنفس الوقت هم عارفين أنه صعب جدا يقضوا على حماس، وجربوا قبل المرة هاي. فالمخطط اللي يعني مبيت هو تهجير، والتهجير هذا قد يكون ناعم من حيث التنفيذ على مراحل، بحيث أنه الآن يتم التركيز. إذا شفت الحرب البرية هدفها السيطرة على غزة وشمال غزة، والتهجير للجنوب. فكل ما تقوم فيه أداة الحرب الإسرائيلية والحرب النفسية اللي بتشنها على الناس في غزة والمنشورات اللي بيبعثوها كلها، يعني حتى الناس تنتقل من الشمال للجنوب. وقد تكون هاي مرحلة أولى، والمرحلة الأخرى لما تحشر 2 مليون ويزيد في منطقة الجنوب، والآن يعني قد يكون مرفوض لدى الدول العربية قضية التهجير لسيناء أو غيرها، أو توزيع أهل غزة على عدة دول، وهذا مطروح للعلم. فقد تكون الخطوة الثانية هي نقلهم، لكن العدو الصهيوني وأمريكا من ورائه بتعاملوا بدهاء. يعني أعلن الرئيس الأمريكي أنه ضد التهجير، لكن هذا كله للاستهلاك الإعلامي. ولا ننسى أنه في انتخابات أمريكية على الطريق، وبايدن بحاول يحسن صورته، سيما وإحنا بنشوف المظاهرات الشعبية اللي خرجت مليونية، سواء كان في أمريكا، في ألمانيا، في بريطانيا، في عدة دول. وهذا بطريقة أو بأخرى، يعني القضايا أو التظاهرات الشعبية والضغط الشعبي له تأثير على الساسة في هاي الدول. فبنشوف أيضا حتى المواقف الدولية لبعض الدول، حتى الدول الحليفة لإسرائيل أو الشريكة خليني أقول، بلش في تآكل. فالآن نتنياهو والعدو الصهيوني بسابق الزمن حتى يحصل أكثر مكاسب على الأرض، ومكاسبه الرئيسية زي ما بنشوف احنا، يعني كان واضع سقف عالي، والسقف هذا مع الوقت ومع الخسائر على الأرض ومع الترنح الاقتصادي، لأنه هذه الحرب مكلفة جدا على إسرائيل. فبنشوف أنه في تنازلات حتى في التصريحات، وحتى في إدخال المؤن وإدخال الأغذية والمساعدات إلى آخره. فكل هذه القضايا هم هدفهم، يعني خلينا نحكي هذا هدف معلن من زمان. رئيس رؤساء وزراء إسرائيل قال يعني أنا أتمنى أن أنام وأصحو ما أجد غزة على الخارطة أصلا. قد ابتلعها البحر. أزف الوقت أستاذ مفضي المومني الكاتب والأكاديمي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.